راشد الغنام من أهالي ريف تلحميس. القوات الأمنية اكتشاف مستودع للذخيرة محتوي على عدد كبير وهائل من المتفجرات والأسلحة الفردية كانت لدى مخبأة في قرية القيروان لدى بعض أعضاء خلايا نائمة لداعش. وكانت هذه الأسلحة يعني تشكل خطر كبير جدا على تل حميس وريفها أو شمال شرق سوريا برمتها. كانت هذه الأسلحة وقعت بأيدي المخربين أو أفراد الدواعش التنظيم، أفراد التنظيم كانت تهدد زعزعة استقرار المنطقة برمتها. والحمد لله بجهود القوات الأمنية استطاعت احتواء الموقف، وهذه المنطقة تتعرض مو أول مرة يعني صار تقريبا هذه المرة الرابعة والخامسة وهم مستمرين، كون منطقتنا مستهدفة من أكثر من جهة خارجية ومنها الميليشيا التركية، تنظيم داعش، الجيش الحر وبعض القوى اللي لها مصلحة بزعزعة استقرار شمال شرق سوريا وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية. والهدف من ذلك هو الإعادة إلى الزمن الماضي إلى عام 2014-2013، وهذا يعني يهدد أمننا وأماننا. ونطلب من جميع الأهالي وأفراد المجتمع في شمال شرق سوريا وفي تل حميس وريفها الجنوبي وخاصة الخط المحاذي للحدود العراقية أن يتكاتفوا وأن يشدوا مع القوى الأمنية والعسكرية الساهرة على الحفاظ على الأمن والأمان في هذه المنطقة والحفاظ على مكتسبات الثورة ودماء الشهداء التي أريقت من أجل استقرار المنطقة وإعادة حريتها وأمنها وأمانها. بالنسبة لموضوع قرية القيروان، يعني احنا شفنا بجهود قواتنا قوات سوريا الديمقراطية والجهات المعنية بهذا الأمر يعني ضبط كمية هائلة مستودع ذخيرة، هذا كلياته تابع لداعش ولا منظمات إرهابية. يعني بضبط هالمستودع هذا يعني كان لو مو مضبوط هذا المستودع يعني كان يشكل خطر كبير على كل ناحية تل حميس. يعني اليوم احنا مثل ما نعرف ناحية تل حميس هي أكبر ناحية موجودة بأقليم الجزيرة هون بالنسبة للحسكة والقامشلي. فضبط هذا السلاح يعني خطة إيجابية، وبجهود قوى سوريا الديمقراطية يعني لا سامح الله لو مو مكتشفين هذا المستودع يعني كان يسبب أزمة كبيرة. وإحنا شفنا بالفترة الأخيرة حاجز تل حميس الشمالي يعني ضبطوا سيارة نوعكية لقوا بيها خزان متفجرات. يعني هالشيء هذا العمل كويس، يعني أنه عمل قوات سوريا الديمقراطية أنه تقدر تضبط هالشيء هذا وتسيطر على الوضع. طبعاً نناشد جميع المكونات يلي عايشة بأمن واستقرار ضمن هالمنطقة أنه لازم يساندوا ويكونوا سد منيع بالنسبة لتكاتفهم مع قوات سوريا الديمقراطية. لازم يتكاتفوا معها، يعني اليوم أي مثلا قرية أو ناحية أو بيت أو كذا يشوف وضع مو مزبوط لازم يبلغ الجهات المعنية مباشرة، هين يصير تكاتف يعني يقدرون يعني مثل ضبط عناصر داعش، ضبط الخلايا المنتشرة ضمن هالمنطقة. وإحنا شفنا هالطيران المسير التركي كل يوم عم يستهدف المدنية، عم يستهدف القوات العسكرية. هذا الهدف من هالطيران المسير هذا هو خلق فتنة، خلق الرعب، خلق يعني إحنا شفنا التهجير. بالنسبة للتهجير اللي العالم عم تطلع لبرا، يعني هم هدفهم الأساسي إخلاء هالمنطقة هذه. أنا شاها عثمان، أحد مواطنين ناحية تل حميس. الأسلحة اللي وجدوها قرية غيروان
يعني لو هالأسلحة توزعت على خلايا داعش بالمنطقة كان صارت كارثة وكان صار كتير جرائم بسبب هالأسلحة. أنا كمواطنة أناشد جميع أهالي المنطقة بالتكاتف مع قواتنا العسكرية للقبض على خلايا داعش وحماية المنطقة.